سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الزكر الجال عاملين ايه؟ معاكم مستر احمد، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. رجعنا تاني يا جدعان لاوفر واتش بعد غيبه طويله جدا. اللعبه دي يا جدعان انا بحبها جدا، بحب الكوميونتي بتاعها جدا جدا فوق ما تتخيلوا، فقلت لازم اعمل لها كامباك، الحنين الى الماضي. فري فور اول، خلينا نسخن كده في الفري فور اول. خلينا ناخد رود هوج كده نترول بيه. اوه عملت هيل والله يا ابن اللذينه، شفطني وانا بعمل هيل. حشتني اللعبه دي جدا يا جدعان والله فوق ما تتخيلوا، بقالي فتره كبيره جدا ما بلعبهاش. تعالى يلا هجيبها 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 هجيبها. اوكي ليه بس كده يا اسطى؟ ليه بس كده؟ اوه يا نهار ابيض يا جدعان. يا نهار ابيض يا ابن اللذينه، وحشتنا يا جدعان اللعبه دي والله يا جدعان. نزل فيها مودز كتير، احنا بقينا في سيزون 9، انا مش مصدق والله. روح يلا. طيب ده كان اول جيم يا جدعان والله قشطه، سخنا حلو. خلينا نخش جيم تاني، خلينا نخش جيم تاني في السخان. يلا بينا. استنى بس استنى بس استنى بس استنى بس وهتبوك يا ابن اللذينة. طب هسا انا خدت الليد، خدت الليد، داخلين بدري. خلينا بقى ايه نلعب عشان نكسب الجيم ده ان شاء الله يا جدعان. تاخدت مني الليد يا جدعان. اوه يا ابن المحظوظة يا ابن المحظوظة. ادي واحد. مش عارف ايه، كنت متاكد ان هو هيجي لي من هنا. عايز اخد الهيل دي يا جدعان بالراحه كده. ده جالي من يمين. او ماي جاد، في التنجنجي هنا يا جدعان جوه. لا لا يا جدعان فككوا مني، قلت لك فكك مني ما سمعتش الكلام. روح يلا. ودى زينياتا كل شويه موتني يا جدعان، مش ممكن. في حق في اوكي يا عم، ارحمني بقى يا عم، ارحمني بقى، ارحمني بقى يا اخي. تي باك تي باك. واحد بيغلط والله. انت فين يالا يا تافه يالا؟ يا ابن اللذينه جابني من ظهري، ده مش هنعرف نموته كنا منه. على ارحم، تعالى انت كمان ارحم يا عم، بلا جينو كي وكي بلا بتاع يا عم، موت بقى يلا. دبل كيل، خدت الليد. روح روح روح. نايس والله العظيم. مونكي لما بيتنرفز يا جدعان بيفهمش، ما بيبصش قدام. ربنا سامحني على اللي بعمله ده والله. طيب 17، 3 كلاب بس بليز بليز.
بليز. اعتقد انا خدت بلاي اوف ذا جيم يا جدعان، اعتقد يعني، بس عايز اكسب بقى الجيم كلها. ادي واحد، اللهم صل على النبي. اتنين، اهلي جمعت 30 يا جدعان. هل هل فاضل توكل يا ابن اللذينه؟ لازم اتصرف، لازم اتصرف. اوكي يا ابن اللذينه، يا ابن اللذينه يا بوتيتو، هو اللي موتني. انا رحت له يا لهوي يا جدعان، هو اللي خد البلاي ذا جيم. يا ابن اللذينه يا بوتيتو، هو اسمه ايه؟ بس مش بتاتو يا عم، اسمه باباتو يا ولد. يلا بقى بلاش اقرب بقى، مش خلينا نعمل التيمت يا جدعان. يلا بينا، يلا بقى يا جدعان بقى، حرام عليكم. اوكي كلير يا برو، كلير يا برو، الله عليك يا مستر حموقة يا جامد. ده وريه موتك، احنا لسه ما اتغديناش. اشوفكوا على خير. يلا هتسحب دلوقتي، كان تبقى حاجة مأساة. جي جي يا جدعان، ليتس جو، جي جي. طب يا رجالة، ولغاية هنا نكون وصلنا لآخر الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. تخش على الديسكورد سيرفر تحت، هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. تعملوا لايك على الفيسبوك بيج وتشغلوا الجرس، أهم حاجة. تعرفوا صحابكم على الشانل. ده كان فيديو صغنون كده، الحنين إلى الماضي. لعبنا أوفر ووتش، وإن شاء الله السلسلة دي هتكمل. وهلعب حاجات كنت بلعبها زمان، فيا رب السلسلة دي تعجبكم والفيديو يكون عجبكم. كان معكم مستر أحمد، وإلى فيديو جديد إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.